ذلك أولا بتلميع صورته وتشبيه صورة من كان قبله باتباع الخطوات التالية. أولا ألو سعيد، الله يرضى عليك، اطلب لي كل المدراء الاجتماع عاجل، واستدعي الصحفيين، ايه صحفيين من كل المؤسسات الإعلامية. نعم يا سيدي، سميه اجتماع المكاشفة والمواجهة. نعم الله معك. طبعا أنا دعيتكم لهالاجتماع، اجتماع المكاشفة والمواجهة، لحتى نحط النقط فوق الحروف، لأنه صار لازم تنحط، وحروف بلا نقط ما بيصير، ما بتنقرا بعدين، وصار لازم تنحط وبصورة الوضع. أنا طبعا لما استلمت هذا المنصب، منصب التخطيط والخدمات، كنت عارفان إنه في قدامي طريق وعر وصعب، كثير الاتجاهات، خال من أي علامة هادية أو إلالة كبيرة. ورغم هالشيء كنت حاطط في ذهني اني خلال شهرين ممكن صلح بعض الاخطاء الجسيمه يلي ارتكبها المدراء يلي كانوا قبلي، ومن ثم انطلق بدائره التخطيط والخدمات انطلاقه صاروخيه لتحقيق كل شيء وعدنا فيه. بس للاسف الشديد ما قدرت. عم قلت لكم لحدا يطلع فيني، شلون بدي انطلق وفي مين عم يحط العصي بين الدواليب؟ هيك قلتن يعني؟ شلون بدي انطلق وفي مين عم يحاول يعطل مسيرة التحديث والتطوير يلي ناوينا ننتهجها واصابعه عم تلعب في الخفاء من وراء بالسلام؟ طبعا كلامي موجه لصحفيين بصورة خاصة يلي عم استفيد جدا من تعليقاتهم الذكية ونقدهم المشوب بالاخلاص لهذا الوضع، ويلي بتمناه منكم يا صحفيين ويا اعلاميين انكم ما تحسبوا كلامي على انه نوع من الهروب من المسؤوليه او نوع من التبرير. معاذ الله، انا اعمل بجد وعم فاشل بالاولويات، وفي عندي اشياء كثيره تعتمل بداخلي، وبالحقيقه ماني عرفان بشو بدي ابدا. اصلاحات داعبت فكري وظني، لست ادري ايها اقرب مني. على كل حال، كل ما هنالك اني بطلب منكم هلا يا صحفيين ويا اعلاميين ويا مواطنين، انكم ما تستعجلوا الامور ولا تتسرعوا النتائج، لانه كل شيء له وقت حلو، والطبخ على نار هاديه يعني بخلي الاكل زاكي ومسكر. بقى خلينا نتعاهد على ان نكون ايد وحده ونشخص الفساد من شروشه ونقطع دابر الفوضى والاهمال وننطلق من جديد لتحقيق كل ما مسبوق اليه. والله موفق.